رجعت له بكل التوبكس هو الاكسس فارماسي. اذا متذكرين لما حكينا عن الميديكيشن ثيرابي مانجمنت داتا سيت قلنا هي ديزيز ريليتد، حسب الديزيز اللي عندي انا بكتب الداتا سيت او بجهزها. طبعا هي عباره عن انترودكشن عن الديزيز اند كور اليمنتس او فايف كور اليمنتس لهاي الميديكيشن ثيرابي مانجمنت. كل كور اليمنت في جواته اسئله او ديزاين معين لاسئله واجاباتها بتهم المريض وبتفيده وبتلخص الديزيز والنقاط الاساسيه اللي لازم يشوفها. هلا كبدايه بدي احكي عن البين مانجمنت. بدنا نشوف بالانترودكشن شو حطوا لنا، شرح لنا هون او اعطى ديفينيشن للبين. حكى لنا البين هي عباره عن unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. يعني هو مصطلح واسع بس اعطانا تعريف ملخص له. دكتور الصوت راح بس. هيك تمام؟ هيك تمام. اوكي سوري. طيب اذا بالانترودكشن بعد ما حكى تعريف بسيط للديزيز بيحط باث فيسيولوجي للمرض بشكل عام. فبالباث فيسيولوجي قسم لنا او عرف لنا البين انه في تغير فيسيولوجيكال او كيميكال تشينجز بتصير بالبريفرال او بالسنترال تيشوز اللي صار فيها الدمج او الانجري. وقسم البين لاكيوت وكرونيك، ونفس الشيء رجع قسمه ل النوسيسيف بين اللي هو نورمال بروسيس ذات دامج نورمال تيشو، بتكون برولونجد بروسيس، او نيوروباثيك بين اللي هي اب نورمال بروسيسنج اوف سنسوري انبوت، او بتكون مشكله بالبريفرال او سنترال سيستم وبتسبب هذا البين. وبالتالي بالام تي او الميديكيشن ثيرابي مانجمنت لازم يفهم البروفايدر شو الفرق بين نوسيسيف او نوسيسيف بين والنيوروباثيك بين، ويقدر يميز بيناتهم عشان يقدر يشوف نوع البين الموجود عند المريض. فرجع اعطاني شرح كامل او تلخيص للديفرنسز بين النوسيسيف بين اند النيوروباثيك بين. يعني بنقدر نقراه وناخذ بالتفاصيل، بس يعني انا مش ديتيلز الباثوفيسيولوجي اللي بتهمني حاليا عن الديزيز، بيهمني هلا لما ننزل بالكور اليمنتس كيف نلخص الاليمنتس وكيف نكتب الاسئله. فهون بنقدر نقرا احنا الفرق بين التو بينز. بس كمثال مثلا على مسكتف بين اللي هي مثلا ممكن تكون في دامج بي اورجان زي البنكرياس او الجي اي تراك، بنحس ببين بوينت بين. تمام. بس النيوروباثيك اللي هي مثلا بالبيشنتس اللي عندهم مثلا خلينا نقول نيوروباثيك سيندروم، زي النيوروباثي اللي بتصير عن ديابيتك بيشنت. تمام. او الناس اللي عندها سنترال مقسم اياهم وبريفرال، الاتش اي في بيشنتس، الميوباثي ديو تو سباينال ستينوسيس، مشاكل العمود البقري، مشاكل البوست تروماتيك سباينال كورد، اي مشكله تكون كانسر مثلا كانسر ريليتد كومبريشن على النيرفز، الكيموثيرابي اتسترا. فاي شيء بياثر سنترالي او بريفرالي على البينز هذا بعتبره نيوروباثيك بين. حط الكلينيكال بريزنتيشن للبين، شو السيمبتومز اللي ممكن احنا نشوفها
كيف تتمثل هاي الكلينيكال سيمبتومز او الكلينيكال بريزنتيشنز. طبعا بدنا نفرق بين اكيوت وكرونيك، و انه في انجري مترافقه معها او لا. نفس الشيء هون عندنا تيبل ملخص بيقول لي هون بالاكيوت بين كاركترستيك اللي هي ريليف اوف بين، ديبندنس اند توليرانس اون ميديكيشن، سايكولوجيكال كومبوننتس، اورجانيك كوز، فاميلي ايشوز، انسومنيا، تريتمنت جول، ديبريشن، موجوده ومش موجوده سواء كرونيك بين او اكيوت بين. هاي الشغلات يعني خلينا نقول هي ديتيلز اكثر، ممكن لو احنا مهتمين بالتوبيك نفهم او نقراها بتفاصيلها. اخر شيء بالانترودكشن حاطين لي كومبليكيشن اند ثيرابيوتيك جولز. الكومبليكيشنز اللي ممكن نلاقيها من البين او الكرونيك بين خلينا نقول هي فيزيكال فيسيولوجيكال اند ايموشنال سفرنج، تقلل او ريديوس الكواليتي اوف لايف، تعمل ديسابيليتي، lost productivity and increase the healthcare cost. وبالتالي ال goals اللي ممكن احنا نحطها عشان نعالج او شو therapeutic goals للpain او chronic pain، تعتمد على تحسين هاي الامور اللي هي ممكن تنتج عن او اني امنع حتى الوصول لهاي complications. فالtreatment goals بقول لي of pain management must be established to include pain relief. هاي النقاط طبعا انا ان شاء الله بعد الليكتشر اليوم حلخص لكم الاشياء المطلوبه منكم بالضبط على سلايدز واحطها عشان يكون اسهل بالرجوع لها مع المحاضره. طبعا النقاط اللي هي pain relief, improvement of all او overall activity and minimal adverse effect of pharmacological therapy. هذول الثلاث نقاط اللي هم therapeutic goals of pain. بالإضافة لأنه التريتمنت جولز لازم individualized حسب حالة المريض اللي عندي، وأفهم شو سبب البين وأقدر أعالج. يا جماعة في مايك مفتوح، إذا في مايك مفتوح نسكر فجأة. تمام. هلأ الأهم من هيك من الانترودكشن هاي اللي هي ممكن أي حدا فينا يقرأها ويفهمها، اللي هم الاليمنتس للميديكيشن ثيرابي مانجمنت. قلنا الكور اليمنت نمبر 1 اذا متذكرين بيحكي بالكومبريهنسيف ميديكيشن ريفيو. هون تحديدا رح احكي عن بين مانجمنت هيلث اسيسمنت. يعني لما اجي انا اشتغل بالكور اليمنت نمبر 1 لازم احط نقاط معينه بالكور اليمنت اللي هو الكومبريهنسيف ميديكيشن ريفيو. هاي النقاط مجمعه بفيجر 1، حط لي هون طبعا اني استخدم الليفنج روم لانجويج اللي هي بفهمها المريض. هلا رح افرجيكم اياها. بس خلينا نشوف شو الكومبريهنسيف ميديكيشن ريفيو اللي هو الكور اليمنت نمبر 1. شو الاسئله اللي ممكن انا احطها؟ ميديكيشن ثيرابي مانجمنت، ذا بين مانجمنت، هذا هو الكور نمبر 1 الاسئله اللي بضمنها أو بتضمنها. السؤال الأول بيقول لي what type of pain. طبعا طلعوا مجموعة الأسئلة كتير كبيرة، يعني حطنا هو كل الأسئلة الممكنة أحطها ضمن هذا الـ core element. شو type of pain do you have, where is the pain located and does it travel or radiate to other parts of the body, how long have you been experiencing this pain. و based on a scale من 0 to 10، هاي دائما بسألها في حالة الـ pain management، على scale وين أنت بتحس الوجع من 0 to 10. How does your pain level change throughout the day، يعني كيف بتغير الوجع، بزيد بقل بخف، إمتى الـ highest pain level وإمتى الـ lowest pain level. What medication do you take for pain relief. Have you ever experienced side effects من هاي medications، ومعدد له شو side effects الممكنة. طبعا اعتمادا على الـ pain management medications. شو عندي كمان أسئلة؟ How well are these medications working? What other medications tried to the past to relieve the pain? كلها هون أسئلة تتعلق بالـ medication، شو أخذت وشو ممكن تاخذ أو شو أخذت قبل زمان أدوية عن الـ pain management.
How often have you had to increase the amount of pain medication to help control قديش ممكن ترفع الجرعة؟ What are your goals of pain management؟ يعني إيش أنت بدك عشان تحس إنك عم تتحسن على هاي الأدوية؟ Pain can fluctuate. How much medication do you need to get enough pain relief in daily basis? How many doses of your breakthrough pain medication are you taking during the day? يعني كم مرة أنت أو كم حبة تأخذ مثلاً من هذا المديكيشن خلال اليوم لما تزيد الوجع لما يقل etc. Since you started the medication, have you noticed improvement in your daily activities? يعني بما معناه عم تتحسن على الدواء بخف الوجع بتقدر تعمل أنشطة الأنشطة اليومية بتاعتك. Do you keep along for your pain control from day to day? If so, have you noticed any changes lately? يعني بتحسن الوجع وانت بتعمل log of your pain control يعني بتقول انه والله اليوم احسن امبارح كان اسوأ اليوم في وجع خفيف etc. بتنوت هاي النقاط. What over the counter medication or herbal dietary supplements do you take to relieve the pain? And what non-therapeutics have you tried for pain control? هون كل الأسئلة اللي ممكن أنا أسألها للبيشنت بما يخص أو بما يتعلق بإيش الـ patient with pains اللي هي الـ CMR. إحنا شو قلنا هاي عبارة عن الـ core element number one اللي هي comprehensive. نرجع on الـ comprehensive medication review. طيب هذا الجزء الأول من الأسئلة. الجزء الثاني هون أنا الجزء الثاني قلنا دائما بتعلق بالإمرجنسي أو إنه يصير عندي assessment and prevention of medical emergency. شو الأسئلة اللي ممكن أسألها للمريض هون بما يتعلق بال prevention and assessment of medical emergency في حالة البين؟ بدي أشوف ال crisis planning. يعني بدي أسأله have you discussed the symptoms you could have if you accidentally take more of your pain medication than what was prescribed. شو في emergency ممكن تبين عند الناس اللي بتاخد أو عندها مشكلة البين وتاخد البين مانجمنت اللي أكثر شيء الأوفردوز أو إنه ياخد كمية من الدواء أكثر من الدوز المسموحة. ليش؟ لأنه أحيانا الوجع بيستدعي من المريض إنه والله مش قادر يتحمل الوجع فحياخد كمية دواء كبيرة. فأهم شيء أكون أنا أتأكد إنه المريض أو أسأله هل هو بيعرف شو في سيمبتومز حتبين عليه إذا أخذ أوفردوز أكسيدنتلي من الميديكيشن أو لا. هاي نسميها الـ crisis planning. What types of responses should you monitor when your pain medication is increased? يعني شو بتوقع انك انت تلاقي symptoms او responses تشيك عليها لما الـ medication او الـ pain management medications اللي عندك بتاخدها عم تزيد عليها او ترفع الجرعات مثلا. Are you familiar with what to do if you suddenly experience a higher level of pain that are outside of normal range? يعني فجأة زاد عندك الوجع بطريقة خارج عن الريذم الطبيعي أو الوجع اللي أنت بتحس فيه daily, لأنه هذا ممكن يكون sign of worsening condition. يعني المشكلة اللي عندك عم تسوء فجأة ولازم يكون في مراجعة للphysician أو مثلاً emergency department وشو ممكن انت تعمل بهذا السيتويشن وشو الطبيب ممكن نمشي باكشن بلان برضو ضمن هاي السيتويشن. هاي الاسئله اللي بتتعلق ب خلينا نقول الميديكال ايمرجنسي. تمام, هيك بنكون غطينا الكور اليمنت نمبر 1 اللي هي كومبريهنسيف ميديكيشن. لو جينا على الكور اليمنت نمبر 2, بس خليني قبل افرجيكم هون الشارت هاد أو مجموعة المصطلحات. طلعوا كيف إني أنا بستخدم اللي لانجوج أو بسميها living room language عشان المريض يقدر يفهم علي. لما أحكي له acute pain ما رح يفهم, ممكن أحكي له بدالها normal pain experience that is related to injury. Addiction مثلا أفسر له إياها ب substance object or behavior that becomes the major focus of a person's life resulting in a physical, mental and or social withdrawal from their normal activities. مثلا بده يحكي او بدي احكي عن analgesia, ما بحكي له analgesic او analgesia, بحكي
pain relief أو medication that relieves the pain. بدي أحكي له antidepressant مضاد اكتئاب، لا الأفضل مثلا أحكي له drugs used to help or improve the mood. Some can be used to provide pain relief. جزء منهم ممكن استخدمه للوجع. The breakthrough pain ممكن أحكي أفسر له إياها بإنها occasional pain that comes and go. تمام؟ The chronic مثلا a painful experience that continues to occur beyond the normal healing process. فهاي هي فكرة اللين لانجوج أو الليفنج روم لانجوج، إني أبسط المصطلح العلمي بلغة يفهمها المريض. مثلا muscle relaxant medications to treat the muscle spasm. شو كمان ممكن نشوف هون؟ أن withdrawal هي unpleasant symptoms that occur after discontinuing certain medication. هون بنلخص لكم كل المصطلحات اللي ممكن تمر بالpain management وكيف أنا أبسط على المريض. هاد لازم أحرص على إني أستخدم اللانجوج هاي دائما لما أحكي مع مريضي أو أسأله. الكور إليمنت نمبر 2 اللي هي personal medication list. قلنا هون لازم نعمل PML أو personal medication list، الأدوية اللي بأخذها for pain management and additional medications for other disease states. يعني هم بأخذها هو بحطها بشورت ليست وبلخصها عشان تكون قدامي أقدر أحكي فيها للpatients عن المديكيشنز. إذا تتذكروا طريقة الكتابة كانت بهذه الصورة، هون كان عندنا زي تيبل بنحط فيه اسم المديكيشن، تمام، وبنحط فيه معلومات عن المديكيشن. هون بقولنا personal medication list for اسم المريض لازم أحطه مثلا، والdate of birth أحط تاريخ الميلاد، بعدين شو أكتب medication اللي باخده. مثلا هون ماشي على morphine sulfate extended release tablet 60 ملغرام. شو الأسئلة اللي بحطها؟ How I use, why I use, date I started use, date I stopped using it, why I stopped taking. هاي هي الأسئلة اللي بحطها عن كل medication بهذا التابل. مثلا بحكي له كيف يستخدم، متى يستخدم الدواء، هاي ايه بتبلش ياخدها او ياخد المديكيشن، بحط التاريخ، وهون بتركها اذا هو وقف الدواء يكتب لي وليش وقفه، تمام، بتركها فاضي for patient note. نفس الشيء المريض عندنا for example ماشي على مورفين سلفيت 15 ملي جرام تابلت، نفس الفكرة، عبيت كل النقاط وتركت الديت اوف ستوب واي اوف ستوب للبيشنت. فهذا الفور دائما بستخدمه فور الـ personal medication list او الـ PML اللي هو الـ core element number 2 بالـ medication therapy management. لازم ألخص كل الأدوية اللي بريدي ماشي عليها بما يخص الـ pain management. الـ core element number 3 طلعوا معنا هون الـ medication action plan، يعني الماب اللي هي نختصرها احنا as map. Medication action plan for pain management patient. هون ناخد sample of action steps for a patient with a chronic non-malignant pain. يعني المثال اللي معطيكم إياه على مريض عنده chronic pain due to non-malignant pain، يعني مش cancer السبب، بس ورم، يعني خلينا نقول مسبب له وجع chronically. تمام، خلينا نشوف شو بنعبي بالأسئلة هون أو شو بنكتب. خلينا نقول بالأكشن بلان فور النون مالجننت أو كرونيك بين. طلعوا بس خلينا نكتب لكم الشاشة كيف طريقة الصياغة. هيك بهاي الطريقة، هذا أكشن بلان أو ميديكيشن أكشن بلان لا بيشنت وذ كرونيك بين، كرونيك نون مالجننت بين. شو بنكتب؟ بنكتب what we talked about، يعني تلخيص بسيط للحالة اللي عندي أو المشكلة اللي عندي، خلينا نقول، أو الإشي اللي إحنا بدنا نتناقش فيه. what I need to do and what I did and when I did it. what we talked about برضو هاي اللي تحت هون situation تاني نفس الشيء. what I need to do, what I did and when I did it، يعني النقاط اللي أنا لازم أخذها أو أعملها بالنسبة للسيتويشن موجود، وإذا عملتها أو لا هاي بدي أعمل تشيك هون لمين، طبعاً مين اللي بيعبي هون patient.
اني انا بعطيه نقاط معينه هو لازم يقول لي انا مشيت عليها او لا. طيب خلينا نقرا مع بعض السيتويشن الاول. يقول لنا you said that you stopped taking your schedule acetaminophen 3 weeks ago. وقف الاسيت امينوفين اللي كان ياخذها من 3 اسابيع because you didn't feel it was controlling your pain. مش عمالها بتفيد بالوجع او بالcontrol of pain. You say that morphine is the only drug that decreases your pain. المريض بيحكي ان المورفين هو الاشي الوحيد اللي بيقدر يخفف وجعه. Your average pain level has started to increase over the last week, increasing from 4 out of 10 ل 7 out of 10. يعني الوجع او الليفل الوجع عنده بزيد زايد على السكيل من 4 ل 7 ل 10. You have increased your morphine without your physician knowledge or approval in order to improve your pain control and you are now experiencing some daytime sleepless. يعني لحاله المريض مقرر انه يرفع دوزة المورفين، يوقف الاسيت امينوفين ويرفع دوزة المورفين بدون ما يرجع لطبيبه، وصار يعاني من مشاكل اللي هي الداي تايم النعاس. طبعا معروف ان المورفين له سايد افكتس كثيره رح تكون. طيب what I need to do، شو النقاط اللي بدي احط له اياها؟ قلت له here are some things I can do to help improve my pain level and decrease my daytime sleepiness. كيف نخفف او نحسن هذا الوضع؟ كيف احسن الـ control over pain واقلل الـ daytime sleepiness؟ اول نقطة begin taking acetaminophen as doctor prescribed. يعني ارجع خد الاسيتامينوفين زي ما وصف من الطبيب. don't increase morphine without your physician approval. ممنوع انت ترفع دوس المورفين لحالك. make sure to continue my exercise program to strengthen my muscle. يعني المفروض يكون فيه program exercises انت تمشي عليه عشان تحسن او تخفف من الوجع اللي عندك. هلا انا اعطيته هاي الثلاث نقاط what you should do او what you need to do. هون هو المفروض يقول لي I did او I didn't. هاي situation الاولى. طيب مثال ثاني what we talked about كان بيقولنا you have had a hard time moving your bowels and your last bowel movement was 2 days ago. A common side effect of pain medication اللي هو المورفين is constipation. يعني البول موفمنتس عنده قليل كثير وهذا سببها اللي هي السايد افكت تاعت المورفين الكونستيبيشن. It's important to take a laxative medication on a schedule to help you with irregular bowel movement. One commonly used medication for patients with chronic pain medication suffering from constipation is Sennelag. يعني معظم الناس اللي بتمشي على مورفين حتعاني من constipation ومعظمهم بيمشي على laxative اللي هو السنة which can be get over the counter بنباع على الصيدليات OTC medication. هلا شو أنا بدي أحكي له بهاي الحالة؟ أول نقطة إنه start السنة use اللي هي one tab by mouth twice daily as needed for constipation. في برضو نصائح تانية ممكن أحكيها للمريض. eat more fruits and vegetables, drink plenty of fluid and continue exercise program. طلع كيف النقاط هاي كلها خطرت ببالي مجرد أنا ما عرفت إنه في constipation عند المريض. أعطيت action plans أو نقاط معينة. يفترض أنتوا توصلوا لمرحلة إنه بس تشوفوا situation زي هيك تقدروا تقولوا للمريض شو يعمل. تمام؟ يعني بديهيا هون رح نعطيه لاكزيتيف وهاي النقاط مثلا تنحكي بحالة الكونستيبيشن. هذا اللي بدي منكم انكم تقدروا توصلوا له اهم شيء بالنسبة للميديكيشن ثيرابيوتيك مانجمنت. اوكي خلينا نشوف الكور إليمنت نمبر 5 اللي هي الانترفنشن اند اور ريفيرال. يعني اني انا اعمل انترفنشن على المريض او اعطي ريكومنديشن او اعمل له ريفيرال يعني ارجعه ل طبيب اختصاص او عياده اختصاص عاليه. هلا بقول لي الانترفنشن بالكرونيك مالجننت بين او نون مالجننت بين سوري على الاغلب رح تكون لايف ستايل موديفيكيشن نون فارماكولوجيك ثيرابي كومبلمنتري ثيرابي وفارماكوثيرابي. يعني اربع شغلات حعدل او حسن على اللايف ستايل للبيشنت اكله وشربه والاكسرسايزز. ممكن اعطي نون فارماكولوجيك ثيرابي وكومبلمنتري ثيرابي اللي هي العلاج البديل او الطب البديل وبالاضافه لفارماكوثيرابي.
بضطر احيانا to seek a referral أو التريتمنت from a psychologist إذا كان محتاج الموضوع أو necessary في psychiatry أو psychiatric therapy. و برضو بدنا نشوف هون ال non pharmacologic treatment options اللي ممكن أنا حطيها للمريض. يعني لخص لكم هون تيبل في كل ال non pharmacologic therapy بالإضافة لل pharmacologic treatment، حنمرق عليهم كلهم. بس خلينا نبدأ بال interventions اللي هي non pharmacologic. تمام، شو عندنا non pharmacologic therapy لل pain management؟ عندنا طلعوا هون physical و psychological. الphysical اللي هي أمثلة عليها الأكوبانكتشر، exercises، translucent electrical nerve stimulation، strength training، والكونغو. هاي هي نوع من أنواع الكونغونغ، خلينا نقول علاجات complementary أو physical exercises. بس أكثر شيء متعارف عليه مثلا الإبر الصينية الأكوبانكتشر. الإكسرسايزز اللي هي خلينا نقول النشاط البدني بشكل عام. الالكتريكال نيرف ستيميوليشن او نيرف ستيميوليشن هاد مرات بلجأوا له، بس يعني مش بكل الحالات. سايكولوجيكال ثيرابي ممكن سيلف مانجمنت، اديوكيشن، المديتيشن اللي هي طريقه من طرق السايكولوجيكال ثيرابيز، الجايدد ايماجينري، لسننج تو ميوزك، ريلاكسيشن، والكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي. الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي كثير بلجأوا لها بالسايكاتريك ديزيز، اللي هي اني احكي مع المريض واحسن من السيلف مانجمنت واعطيه نصائح معينه وابدا معه علاج، خلينا نقول شفوي او اللي هو دعم سوشيالي وبالحكي وبالاقناع. بس بدي منكم المره الجاي تحكوا لي عن المديتيشن. الهوم وورك رح يكون انها نعرف شو الطرق المديتيشن المستخدمه بالبين مانجمنت. كثير الموضوع حلو وجديد، دوروا فيه رح يكون هو الهوم وورك الجاي. تمام، طيب هدول بالنسبه لنان فارماكولوجيك تريتمنت اوبشنز. البين مانجمنت الفارماكولوجيك تريتمنت اوبشنز كثيره، في منها نون اوبيويد وفي منها اوبيويد. هلا النون اوبيويد بين ميديكيشنز اللي هم الانالجيزكس، زي مين؟ طلعوا معي هون انالجيزكس زي الاسيت امينوفين، زي عندنا السلسليت اللي هم الاسبرين والدايفلنسال والمغنيسيوم سلسليت، عندنا كمان الاسيتيك اسيد اللي هم الديكلوفيناك بوتاسيوم وديكلوفيناك صوديوم والاندوميثاسين، عندنا البروبيونيك اسيد اللي هم البروبروفين، كيتوبروفين، نابروكسين، الانس ايدز كلهم، الميفيناميك اسيد، الكوكس 2 انهبيتر زي السيليكوكسيب او السيليبريكس. هاي اوبشنز اللي هم النون اوبيويدز، اظن يمكن انتم بثيرابيتكس مارقين عليهم منيح. الاوبيويد او الاوبيويدز اللي هم خلينا نقول هون عندي الأوبيويدز ملخصين عندنا هون اللي هم المورفين، كودايين، هيدروكودون والأوكسيكودون والهيدرومورفون والأوكسيمورفون والتريبنتادول كتيرة، والفنتانيل، الميثادون، شو كمان ترامادول عندنا. هاي هم مجموعة المورفينز أو خلينا نقول مجموعة الأوبيويدز. ضل عنا من ضمن ال pain management medication اللي هم الهيربال أند دايتري سبلمنتس، برضه هدول لازم أكون أنا عارفهم لأنها ممكن يكونوا من ضمن الانترفينشنز اللي أنا بحطها أو بعطيها للمريض. شو في عنا هيربال أند سبلمنتري أو دايتري سبلمنتس؟ بقول لي النباتات هاي
مثلا البلاكوش، الكاتس كلاو، الجينيريك، اسماء غريبه يمكن احنا مش كثير بنتعامل فيها. اوكي، يعني خلينا نقول الاهم اللي هم الاوبيويد نان اوبيويد بالنسبه لكم، ديفلز كلاو او اعشاب يعني او نباتات صراحه مو كثير يعني متعارف عليها، ممكن البلاكوشي اكثر وحده مستخدمه. من ضمن الانترفنشن النقطة المهمة اللي بدنا نكون عارفينها وعارفين نعمل مانجمنت لها اللي هي الادفيرس افكتس للاوبيويد، لانه كثير واضحة وسيئة وبتظهر مباشرة مع المرضى. اهم السايد افكتس رح تكون الكونستيبيشن. ملخصة عندنا السايد افكتس، الكونستيبيشن كيف قلنا بنتعامل معها، رح نعطي لاكسيتيف، نعمل لايف ستايل موديفيكيشن. تمام، هون الـ frequency and consistency of bowel movement اللي هي مشكلة الـ constipation، changes في bowel habits نعالجها بـ dietary options أو الـ laxative، و إنه ياخذ أو يكون شرب المي بالكمية الكافية. طبعا هون بالتيبل هاي الـ questions اللي انا بستفيد منها بالاسسمنت اللي هي الاسسمنت كويستشنز، كيف اعرف انه البيشنت قد ايه واصل عنده مشكله الكونستيبيشن. عندي تريتمنت فور كونستيبيشن، هيها كثير مهم انه يكون بدي اورجيكم هون الادفيرس او الميجر ادفيرس افكت اوف اوبيويدز. بس خلينا نشوف اول شيء التريتمنت او التريتمنت اوبشنز للكونستيبيشن. كل انواع اللاكتيف سواء بلك فورمينج، اوزموتيك او سالاين، يعني ممكن استخدم الميثل سيلولوز، السايلم، اللاكتولوز، السوربيتول، المغنيسيوم سيتريت او المغنيسيوم هيدروكسيد. زي ما قلت لكم عندنا البيساكوديل السنه، وعندنا الستول سوفتنر اللي هو الدوكسيد صوديوم. احسن فيهم الفيرست لاين ايجنت زي ما اتفقنا اللي هو مين؟ السنة. تمام، بعدين اذا ما زبطت او ما كان متوفر خلينا نقول ممكن انا استفيد من اوبشنز ثانيه، بس كفيرست لاين اوبشن هو السنة للتريتمنت اوف كونستيبيشن. ممكن اشوف سايد افكتس ثانيه في حاله البين مانجمنت اللي هي زي المود تشينجز، السيديشن او الانابيليتي تو كونسنتريت، نوزيا وفوميتنج، ديكريز ريسبيراتوري ريت، كونستيبيشن، بيليري سبازم او يورينري ريتينشن، ارتيكاريا بروريتس، التوليرانس والديبندنس ممكن اشوفهم برضو. التوليرانس بشوفها على لارجر دوزز، بكون عماله بيرفع بالجرعه ومش يعني الايفكت ذا سيم، مش قاعد بتحسن. او الديبندنس اللي هي بصير في عنده withdrawal symptoms for abrupt discontinuation of the medication. ممكن الاقيها هاي في البيشنتس اللي ماشيين على اوبيويد. هذا كله بدي اعرفه من ضمن الانترفنشنز ل او اللي هو الكور نمبر 4 interventions and referral. هلا الكور نمبر 5 او الاخير اللي هي documentation and follow up، وكثير مهم ال continuation of therapy او اللي هي خلينا نقول الفولو اب. لازم دائما بعمل هون medication related problem documentation، recommendations لازم تكون مكتوبه for consultation، لازم يكون في فولو اب. طيب خلينا نوقف هون، اظن هيك كافي المره